نصهم. انا ما اعرفش الكلام ده هيتاخد عليا ولا ايه، بس انا بقوله لاني اتعلمت ان انا بقول الحاجه اللي حاساها. فسياده الوزير احنا تحت امرته، فلازم نكون برضه بنتكلم بصراحه وشفافيه. حضرتك قلت نص المعلمين حراميه والنص الاخر مش عارف يسرق ما جابوش. فالمعلم ده هو لو عايزين مصر تنهض بجد او اي دوله لازم يتعلم، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. فحضرتك احنا جايين لان احنا عايزين فعلا بلدنا تقدر، ومش هتقدر الا بالتعليم. الكلام بتاع حضرتك عجبني جدا، بس كان في هنا قصه كده. مين المعلم؟ المعلم طلع المهندس، المعلم طلع الدكتور، المعلم طلع رئيس الوزراء، المعلم طلع الكلام ده. انا كنت عايزه اتكلم مره على المناهج، بس حضرتك ردت وقلت ان في تقليل في المناهج وكده، بس هي دي كانت فاسمعها معلش. يعني لان الوقت بسيط يا جماعه جدا. في مصر في مثل شعبي بيقول ايه؟ ما شتمك الا ما بلغك عنه. احنا عملناه في الجورنال الاخضر. اصدر مش هعلق المره الاخيره على مؤسسه صحفيه او على صحفي، لان بنقدر الاعلام جدا، بس بفكركم تاني اللي شتم هو اللي كتب كده. الراجل اللي بيكلمكم ده هو اللي بيقول بيعمل ايه للمعلمين من يوم ما ابتدى. فحضرتك عندك دي، انا مش هجادل الموضوع ده تاني، دي اخر مره هتكلم فيها.